شكلت المفاوضات بين الديمقراطيين حول الأجندة الاقتصادية للرئيس الأمريكي جو بايدن أبرز موضوع استأثر باهتمام الصحف الأمريكية الصادرة اليوم. وهكذا كتبت واشنطن بوست أن الديمقراطيين في مجلس النواب يستعدون للتصويت هذا الأسبوع على إجراء تبلغ تكلفته 1.7 تريليون دولار، شريطة أن يتمكن الحزب من تجاوز النزاعات السياسية والمخاوف الجديدة بشأن تكلفة مشروع القانون. ونقلت اليومية أن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوزي سعت إلى التأشير على التقدم المحرز داخليا، حيث شددت على أن الديمقراطيين يقتربون من توافق الآراء بشأن حزمة الإجراءات. وفي سياق متصل كتبت ذهيل أن التقدميين سعيدون بالنصر قبل تصويت محتمل على حزمة الرئيس بايدن للإنفاق الاجتماعي والمناخي، مع تأكيدهم على عدم تحمل المسؤولية عن هزيمة حزبهم في انتخاب منصب حاكم ولاية فيرجينيا. وبدورها لاحظت صحيفة وول ستريت جورنال أن بيلوسي قررت المضي قدما في مشروع قانون الإنفاق الاجتماعي دون الحصول على إجماع من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين. وسجلت اليومية أن هذه الخطوة تعني أن مشروع القانون سيعود في نهاية المطاف إلى مجلس النواب بعد أن يغيره الديمقراطيون في مجلس الشيوخ، وقد يحدث هذا بعد أن يصبح مشروع قانون البنية التحتية قانونا بالفعل، مشيرة إلى أن بعض الديمقراطيين الوسطيين في مجلس النواب طلبوا أن يخضع تشريع لدراسة رسمية للتكلفة قبل أن يذهب للتصويت.